هلو جايز ومرحبا بكم في فيديو جديد. جيسبر كو زالي بيان. اليوم غادي نديرو التوجيهات لسيدنا رمضان اللي غادي يكون دون ميم با اون سيمين. حنا اليوم السبت، اليوم الويكاند، السبت الحد الاثنين ثلاثة الاربعاء، يا اما يكون الاربعاء يا اما يكون الخميس. ان شاء الله الله يدخل علينا بالصحه والسلامه، ربي يتقبل لنا هاد الصيام. ان شاء الله نحاولوا نقادو فريمون دوزو زوين، اورغانيزيو وقتنا. التوجيهات اوسي كما كتشوفوا رمضان ضروري كتبغي دوك الشهيوات، كتبغي ديك العائله اي تو. مالوغيزمون ايام الاولى ديال رمضان ما غاديش نقدر ندوزو مع لا فامي، ان شاء الله دوك الايام الاخره ديال رمضان ان شاء الله غادي نهبط المغرب وغادي ندوزو مع عائلتي. غادي نحاولوا نديرو توجيهات مع بعضياتنا، غادي نوريكم شنو غادي ندير، باسكو انا جربت العام اللي فات انني نطيب، مي صراحه كياخذ ليا الوقت وكياكل ليا الوقت من القرايه ديالي لوكو عندي امتحانات. دونك قلت علاش لا ما نجربش نقاد داكشي ديالي الافونس، نستوكي في الكونجيلاتور. الناس اللي كيخدموا الناس اللي كيقراو انا كنتفهمهم، دونك انا غادي نديرها. جو سي كو ما غاديش يكون نفس المذاق، ما غاديش يكون طري، فوالا ما عنديش لو شوا. دونك غادي نديروها، غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي غادي ندير. غادي نمشيو نتقداو باسكو باقي ما تقديت والو. غادي نمشي ليدل واوشون، هادو هما لي سوبر مارشي اللي كنمشي نتقدا منهم. شفتو موروكان فايبس جايز ضاربه عليكم القنيطره، داكشي ديال رمضان. دونك فوالا غادي نمشي نبدلها دابا، غادي نمشي نلبس شي حوايج عاديين بيزيك تكونو كومفورتابل باش نمشيو نتقداو توغادر. سو ليتس جو. Back guys, we're looking to page 20. كنتقدف ديك healthy lifestyle vlog. تكونوا شفتوا بلي انا ديما كنخلي التقديه ديالي حتى كنقاد على برا باش كنكون طونكيل، باسكو فريمون كيكون عندي بزاف. ماشي غير كنحطهم في طوموبيل باسكو ما عنديش طوموبيل، دوكو عندي كريريسا، عندي ساكادو اي تو. دونك دابا كنقادهم، المهم ها هما هنا. Stay tuned guys، ملي غندخل الدار غادي نوريكم بالديتاي داكشي اللي شريت. ليكم لو اول ديال التقليه اللي شريت لرمضان. دونك فوالا غادي نبداو باول صايف هنا، عندي البيض اوف كورس، شي حاجه اللي ضروريه رمضان، ماشي رمضان التقليه ديما ملي كتقادا لك تمشي تشري البيض. هنا عندي ساك دو كونجيلاسيون باسكو تقاداو ليا، وليت باش نخشي فيهم الماكله ديالي ولا اي حاجه باش نستوكيها في الكونجيلاتور. انا بغيت نخلي داكشي هيلثي، دونك حاولت ما نكثرش من داكشي اللي ما مزيانش. I know كو هاد لاباط فويتي مزياناش but I love it. إلا كانت هي مزياناش غادي نعمروها هي لداخل بالخضرة أو شي حاجة ديال البروتيين، مثلا أوليو ما نستعمل لا كخيم فريش غادي نستعمل لي زيبينو، أوليو ما نستعمل لا كخيم فريش نقدر نستعمل طوماط. مي دي طوماط فريمون يكونو، دابا نوريكم شفتهم حسن. لاباط فويتي خدت منها جوج، تاهي غادي نصاوب منها دي تخوك وغادي نستوكيهم في كونجيلاتور باسكو سينو غاتاخد ليا الوقت. Here I have فرماج غافي، خديت غير هاد الكمية. نورمالمون أنا ديما كناخد واحد كبير، وصراحة فرماج إلا مكانش رمضان كتحس بالنقص، داكشي توجور كغاتيني إي تو كيجي زوين صراحة. المهم نحاولو منكتروش منو، راه غادي نبارطاجي معاكم فريمون كلشي. فرماج كاري هادشي ديال ليا بحال إلا بديت كنوريكم غير داكشي لي ماشي هيلتي. دابا تقولي لنا إيمان كنتي كتقولي لنا هيلتي، حنا كنتسناو الهيلتي، دابا يجي الهيلتي. طاحوا لي المندرين. احنا بدينا في هيلثي. هير اي هاف مندرين، صراحه شريت المندرين باسكو كيعجبني بزاف، وبغيت نصوب دي سالاد دو فروي باش صافي ملي يجيني الجوع ناكل سالاد دو فروي بركه، والسناك ديالي ولا شي ديسير بحال هكاك. دونك سالاد دو فروي ضروريه. هنا عندي دي سوب، انا كنحماق على هاد لا سوب، زعما الا كنتو كتعجبكم، الا كانوا فريمون كيعجبكم لي سوب نقدر نصحكم بهادي. زعما صراحه سوب فوريستيا ديال شامبينيون، تخليو الماء يطيب حتى يبدا يغلي، ديروا فيه هاد البودر يومين شويه. المهم على حسب نتوما، مثلا الا كنتو بوحدكم تقدروا ديروا نص وحده. صراحه انا كتبين 3 بورسيون، مي انا كيجيني سينو يولي غير الماء صغير، الا بقيتي كتزيد في الماء بزاف كل ما كان شويه ثقيله. المهم تكونش عاوتاني ثقيله بزاف، مي خصها تكون بين وبين، ما تكونش ميه وما تكونش ثقيله، كتجي فنه بزاف فريمون. هادي ديال شامبينيون، هادي ديال الخضره فريمون واعره بزاف، فيها اون بوتي توش دو كريم. هادي فيها 121 كالوري وهادي فيها 135، احسن من اشرب الحريره اللي فيها الطحين. انا والله كنقول لكم هادشي وكنضحكم جايز انكم ما تكثروش من الحريره، الله عارفه راسي كتسناني باسكو عارفه راسي كنص الاول غنبدا هيلثي والنص الثاني ديال رمضان، عارفه راسي نمشي المغرب ان شاء الله. لكن عليكيش ما كاين غير البطبوط. هي وي هاف الحوت، هنايا عندي الحوت، عندي الهبيرات ديال الحوت. دونك
هادو غادي نستعملهم صراحة، خصني نحاول نصوبهم سوا اليوم سوا غدا باش نقدر نديرهم في داك البريوات باش نيش نستوكيهم. ما عنديش البلاصه بزاف، الكونجيلاتور ديالي صغير وما غاديش يشد البلاصه كامله. نحاول نبدا بالبريوات ديال الحوتوم الاولين باش ما ياخذش ليا البلاصه في الكونجيلاتور. هنايا عندي دي بيبيت دو شوكولا نوار باسكو ملي كنبغي ندير واحد لي مافين هيلتي بالفلوكون دافوان بانان البيض حليب عقلتو كنت بارطاجيتو معكم في داك كوزي سنو داي هادو، دونك بغيت نجربها حتى هي ونشوف كيفاش غتعطي. انا تفكرت بلي هادشي اللي خديت دابا نقدر ندير بيه حتى السحور ديالي، دونك مثلا هادوك لي مافين اللي كنت غنديرهم نقدر نسحر بهم. هي وي هاف كينوا وغادي نجربها باسكو كتبان ليا هيلتي بزاف، كتبان ليا في لي سالاد اي وان تو تراي ات. غادي نشوف غنبارطاجي معكم ان شاء الله اون ريسيب. اي هاف فروماج عاوتاني، مي هذه المره فروماج ديال بيتزا فروماج انكور. هذا الفروماج عاوتاني ديال طرطار، ماعرفتش كيتسمى لا ماشي طرطار، واحد اخر هذا فين ارب. المهم هذا فيه الثومه فريمون بنين بزاف، انا كنحماق على الفروماج وكنحماق على الثومه. دونك هذا مثلا بغيتي ديري فوق الخبيز ديالك مع شي حاجه بحال هكا كتجي بنينه بزاف. ان اي هاف هير سكر فاني باش نصوب داكشي ديالي مثلا لي بيتي ديسيري تو هذا سكر فاني. ان اي هاف لي زيتينا هنايا، كنت كنشري لي زيتينا كيكونوا ديجا مقطعين ومصوبين وكلشي كونجيلي. هنا كان عندي صومون فومي اللي غادي نقدر نديرو في دي تروك مثلا في ساندويتش في دي توست بحال هكاك مع لافوكا، نقدر ما نديرو مثلا في باتويتي اي تو. دونك هاد صومون. وهنا عندي دي بافي دو صومون اللي غادي نقدر نديرو في ميوز نطيبهم مثلا سوا في مقيله سوا في الفران. باي ذا واي في مقيله كيجيو بنان 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 كتر، الفران كيجيو هيلثي بات كيجيو شويه ناشفين. هي اي هاف كروفيت دونك هادشي باش ندير بيهم البريوات. Here I have the fruits rouges. Now it's time to put them in the congelator. So I'm going to put them in the congelator. Because I don't want to make them into smoothies. Ta-da! I'm going to put them in the congelator. Reflex ou le méchant reflex? Here I have surimi, another fish. Une autre source de protéines, guys. Les salahs qui me chouchent vraiment besoin de l'huile, mais je ne mange plus rien. Je comme ça vraiment m'endorge puis je les mange healthy. Ramadan, on prend des chiots. Je ne mange pas de zéro de chiens comme les kinders. Ex brut, je suis fait de Ramadan, mais je n'ai pas. Là, il y a un vide ou un double. Donc, des choux complets. Voilà, là, il y a des amandes, des amandes. نقدر نعمرهم بالكفته دونك فوالا غادي يجيو زوينين. وصراحه كاينين واحد الشكيلات هما زوينين غادي نبارطاجيهم معكم، كيجيو متلتين عرفتهم داك العام فريمون كيجيو زوينين بزاف. واللي ضر عليا الفيلم كامل دونك ما كاينش رمضان بلا ما تكون الورقه ديال المسطرينه اللي غادي نصوبها البريوات، الورقه اللي غادي نصوبو بها دي بغيك. خديت منها جوج. هي اي هاف بابي تواليت. المهم هادشي ما كانش خصكم تشوفوه ولكن ماشي مشكل. ديت التقدي ديالي في الصاك الاول دونك غادي نمشي نجمعها دغيا ونرجع معكم. كل راوند ديال التقديه ديالنا غادي نوريكم داكشي اللي كاين في الكروسه. وهنايا عندي اول برودوي اللي هو باترنات، صراحه ما عرفتش شنو كيتسمى دونك اي ثينك داير بحال القرع. المهم ديك المره كنت خديت القرعه الحمراء وكان كيسحب ليا بلي هي هذيك. مينو ذن اي هاف هير الفلفله ضروريه بيزيك، طيشه اوسي لي بيزيك، اند بانت ليا بلي بحال التكازاطه. هنايا كورنيشون اللي كيجي زوين اون بلوس فريمون ما كيكونش فيه لي كالوري بزاف، فيه 370 غرام دونك بور 100 غرام كاينه غير 35 كالوري، الوغ كنت مغاديش تاكل 100 غرام كامل. فوالا دونك ما فيهش بزاف، ما فيهش كاع بزاف ديال الكالوري. هير اي هاف لاصوص طوماط اللي ديجا واجده، انا ما بقيتش كناخذ هذيك لاصوص طوماط ديال الكرتونه، مون دو كالوري حاولت نجربها حتى هي. هي اللي غادي ندير في بلاصه مثلا ملي غنبغي ندير بيتزا دونك بلا ما نبقى نجي يلاه نطيب وداكشي كامل. تشهيتها بزاف، خديت رمانه وحده كنشوف دي روسيت زوينين من غير هذوك لي بول لي هيلثي كنشوفهم كيدوا في الخبيز. اي هاف طون شي حاجه بازيك بزاف، عندي بيرسيل حتى هو التقاد. هنايا عندي ياغورت راكغيك بحال قلتي ياغورت ناتور، راه فريمون ما فيهش سكر. الا ما كتوش كتقطو على الحموضه وسورتو ما تقطوش تاكلوه بوحدو باسكو فريمون حامض بزاف، بنصحكمش بيه هادشي فريمون هيلثي بزاف. لي فخوي غادي يعطيو داك النكهه السكري ديالو وغادي يعطي داك السكر ديالو داكشي علاش ما غاديش تحس بيه. سينو هو راه حامض مي كيجي زوين الا درتي فوق منو شويه العسيلة او لا درتي مع لي فخوي ديك الساعه ما تحسش بيه. هنا الداخل كيكونوا اربعه، ما بقيتش كنشرب لي جو فريمون، بقيت كنشربهم كاع المرة تشهيت وناخد جوج بام. واي نوت جايز، ليكيليبغيو مي اون طون منديروش داكشي اكستخيم. هنا عندي التومة بودغ، وهنا عندي بابريكا دو، هنايا عندي التفاح اي لاف التفاح، هنايا عندي زيتون الكحل باسكو بغيت ندير دي بيتزا. اي هاف القرعة الخضراء، هاد القرعة الخضراء غادي نديرها في دو تخيك، سوا غادي نحكها سوا غادي نقطعها طريفات صغار، غير طريفات صغار وغادي نسلقهم كيجيو تاهما بنينين. عندي الخيزو دونك هاد الخيزو تاهو نفس الحاجة، سوا غادي نحكو سوا غادي نسلقو. كاينة الشيوة
الحليب ديال اللوز. دونك فوالا هذا هو الحليب اللي غادي ناخذ باش نقدر نديرو مثلا مع قهوه ولا شي حاجه بحال هكاك. علاش تفكرت but it's not a good idea, ولكن صراحه فكرت ندير لك كريب. الكريب ما عمري مش حاجه بنينه, حاجه تكون هيلثي. مش تواجدي يا راوند 2 ديال التقليه ديالي, دونك بقى راوند 3 اللي تكون صغيره بزاف. دونك فوالا غادي نعاود نستفاد شي ونرجع معكم. Petite round 3 هي اخر وحده ديال التقليه ديالي. دونك غادي نحلو ساكادو. Here I have little خبيزات توست. هنا قلت لكم عندي هذوك الخبيزات الصغار ديال السيريال اللي كيعجبوني بزاف, غادي ندخلهم دابا كونجيلاتور باسكو كنبغي نحتاجهم, غادي نبغي نعمرهم ايتو. في التوست اللي كيعجبني بزاف ديال السيت سيريال كيما قلت لكم كيعجبني بزاف, فريمون هيلثي وكيجي زوين, تقدر دير مع اي حاجه. Really nice. كنجيب بروكولي وكثرت منه باسكو كيعجبني بزاف ودغيا كيتقاضى. صراحه هي اكثر ليغوم كتعجبني. شامبينيون طريك قلت لي شحال هادي وبقيت سمعت لكم قلت لي متبقاش شري شامبينيون باسكو كنت معكم ديك لا فيديو ديال هيلثي لايف ستايل. قلت لي متبقاش شري شامبينيون في العلب, شريه طري. دونك هذا خديته بحال هكا شامبينيون بلون دو باري. دونك فوالا هو هذا. هنايا عندي ليمونات, هاد الليمونات كنستعملهم باش كنديرهم في الماء ديالي. وما تبقى اي ثينك كاينين غير الفروي. دونك هنايا عندي كيوي بوغ سالاد دو فروي اللي قلت لكم غادي ندير. هنايا عندي لافوكا مازال ما طيبهاش, خصني نخليها طيب عاد من بعد نستعملها حتى هي في سالاد. البنان, وهاد البنان حتى هو باقي ما طيبش, يلاه نخليه شويه شويه يطيب. داكشي اللي كاين يبغي تقولوا لي فين هي الشعريه ديال فيرميسيل. اي ثينك عندي هادي التقليه اللي خديت, تقدر تكون ديال رمضان ماشي ديال رمضان. المهم خديت داكشي اللي غادي نستعمل انايا في رمضان. مازال ما شريتش اللحم, يعني ما شريتش الكفته, ما شريتش بلون دو بولي, عاد مازال خصني ناخذهم. وتفكرت بلي فيرميسيل كو ديجا عندي داكشي اش ما شريتهاش, يعني الشعريه الصينيه ديجا عندي. فريمون خديت كلشي, خصني نبدا اليوم, خصني نخلي البلاصه للكونجيلاتور باسكو ما عنديش كيما قلت لكم ما عنديش بلاصه كبيره. جيسبر تكون عجباتكم هاد التقليه. دابا غادي نمشي نجمعها نستفاد حتى هي بلاصه, ومن بعد غادي نمشي نقرا ونقول لكم نتلاقاو من بعد فاش غادي نبغي نوجد البريوات ديالي. غادي نوجدو بريوات ديال الحوت. صافي هادشي اللي غادي ندير اليوم باش نعاون راسي باش كومسا نفرق داكشي باش ما يجينيش كلشي على دقه واحده. عندي هاد لي فوي ديال البسطيله هنايا, عندي الخضيره مي جو بونس كو ما غاديش نستعملها دابا حيت كدارش. اي ثينك كدير غادي ميسال. خديت غير كروفيت و فيلي دو بواسون, ما خديتش كالامار باسكو ما لقيتوش, لقيت غير داك الكالامار اللي كيكون ديجا مقلي و دايرينو في كونجيلاتور. دونك انا جوي كالامار كالامار. ليتس جو. من القدام ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم فريمون كاع الفطورات ديالي. حتى الا ما درتهمش في الفلوغ راه غادي نبارطاجيهم في انستغرام ضروري, شاك جو غتلقاو. فوالا اجي نبداو نقادو هادشي.
ترى هاو موجدو. غادي ندخلهم دابا للكونجيلاتور، نجي نجمع هنايا، نشطب هنايا، نغسل الماء اللي بقى راه غدا ان شاء الله باش تشوفوا معايا الكماله ديال التوجيدات. مازال خصني نشري واحد الحوايج، نفيق في الصباح بكري باش نمشي نشريهم. سو سي يو ان شاء الله تومورو. بيزوات. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. I'm gonna give this just one try. رجعت للدار ودوشت كما شفتوا دايره الفوطه على شعري باش ما يضربنيش البرد، باسكو واخا هكاك واخا بدا كيسخن الحال خصني نعطيو الفرصه فين يضربنا البرد. غادي نوريكم دغيا شنو خديت، غادي نصلي ونيشان، غادي نمشي نقرا البلاصه اللي مشيت فيها تريش فيها حدا السوبر مارشي ديال اوشون. دونك غادي نوريكم لي برودوي اللي شريت. هاد الوريقات كنت بارطاجيتهم معكم ديجا، هادو كتحطوهم لداخل في لا ماشين، هما باش كيخلي ان الالوان ما يتخلطوش مع بعضياتهم. يعني هاد الوريقه تقدري دير منها وحده ولا جوج، يعني وحده الفوق وحده في الوسط، وتقدري تخلطي الالوان وما غاديش يتخلطوا لك. عندي ديليس دو داند ايسلا ديليس حالا كما كتشوفوا من اوشون. زدت هاد الوريقات ديال البريوات الصغار باش نقدر ندير فيهم دي بريك، عرفتوا دي سيغاريت صغار ما فيا لي قسم هذوك الكبار. هنايا عندي فيون داشي، خديت اسكالوب دو بولي. غادي نمشي ندور لا ماشين، نمشي نصلي ونقرا، نتلاقى من بعد. كتوني غايز يلا ساليت القرايه ديالي، دابا غادي نوض باش نكملوا التوجيهات ديالنا ديال رمضان. دونك غادي نديروا شي هوايات جداد وغادي نجبد لكم المقادير ونوريكم شنو كاين. عييت بزاف، داكشي خدا ديال الوقت بزاف باسكو فيه دي كونتيتي كثار، دونك خصك طياب كثر. فوالا اول مره غادي نجربها، او ماي جاد صافاتيك بزاف. درت الكفته مع القرعة محكوكه والخيزو محكوك، دونك هادشي اللي كاين هنايا. هنايا كاينين دي زيبينار طريين كما شفتو، كانوا دي فاي ديال لي زيبينار، ودرت معاهم الشامبينيون تا هما طريين كما شفتو، قطعتهم تا هما. راه كتشوفوا فلو كيكونوا بزاف تا كيدوب داكشي فريمون كيولي غير شويه. فوالا هادو ملي غادي نديرهم دي بريك صغار، غنديرهم سو فورم دو سيغار. فكر ان هادشي اللي هنايا نشدو ونديرو في بوكس وما نديروش حاجه بحال هكا ونكمل عليه غدا. مرحبا بكم عاوتاني في الكوزينه ديالي باش نكملوا التوجيهات ديالنا. اليوم نهار الاربعاء غدا نهار الخميس رمضان، ان شاء الله هنا في فرنسا غادي نصوموا. رمضان مبارك لجميع المسلمين، الله يتقبل صيامنا ان شاء الله، يدوز عندنا واحد الشهر زوين يا ربي. وفوالا دونك دابا غادي نكملوا داكشي ديالنا دغيا، باش غادي نحط لكم لا فيديو اليوم، تشوفوا معايا داكشي اليوم باش فريمون هاد رمضان بريبريشن، يعني داكشي اللي كنت كنبريباري فيه نلوح لكم قبل رمضان. كنت جالسه ونسمع رمضان نهار الخميس، ايمان باقا جالسه العمارة ديال البريوات مازال كيتسناوها في الثلاجة، مازال ما داروش. دونك دابا خصنا نمشيو نقادوهم، ليتس جو. الا كنتو عقلتو كاع كنا درنا جوج مقالي، وحنا كنا درنا فيها لي زيبينار و شامبينيون، و لاخرا كنا درنا فيها الكفتة و الخضرة. دونك غادي نجبدوهم دابا باش نعمروهم. هادشي كاين سالمو، مبقاش عندي الوقت، غادي نأكتيفي دابا التوربو فريمون. غادي نسربي دغيا باش نساليهم اليوم، نحاول نسربي او ميم طون جوبونس كو غادي نتفرج في شي حاجه لا كوم سا. ماشي كيعجبك الحال انك تصاوبو، ماشي كي كتلقى فيه التماره. كيما قلت لكم هادو فيهم 10 الورقات، ديكو غيخرجوا لي عاوتاني 20 وحده، دونك 20 بريوات ديال الكفته مزيانه الصراحه. دونك دابا هما عندي بريوات ديال الحوت، باي ذا واي بريوات ديال الحوت ما قدرتش نصبر، تيلمون تشهيتهم، جبتهم من الكونجيلاتور وخشيتهم في الفران ودقتهم، عجبوني بزاف. هما جاو شويه ناشفين، دونك جو بونس كو كانو خصهم يكونو شويه ديال لاصوص كتر. كنزيد في الصوجة، ديجا كو الصوجة ما مزيانه، ديجا كو الصوجة كتغلظ، وعاد غنزيد منها بزاف. المهم شنو اللي غادي ندير، فكوني غادي نبغي نخرجهم، مثلا نقدر ندير واحد شويه الصوجة في كاس صغيور بحال هكاك ولا شي حاجه صغيره، مثلا نقدر نغطسهم بحال هكا وناكلهم. اما سينو في المذاق جاو بنان بزاف، راه هما ناشفين. I'm gonna give this just one try.
What if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? نيو ابديت جاي، شوفوا فين وصلت بقولي 4. صراحه حاولت نسر بهم اكثر من بديك المره ملي بديتها. ديك المره كنت واخده راحتي فريمون، غاده بشويه دابا لا، دابا غاده فريمون تشوفوا بزاف باش كومسا ندوز لحاجه اخرى عاوتاني. هما البريوات ديالي وجدوا، دابا غادي نحطهم في الجنب وغادي ندوز لي زيبينار لي بريك. هاد لي بريك غادي نزيد عليهم غير هاد الفرماج ديال الثومه، ابار سا ما غادي نزيد والو باش نخلي المذاق ديال لي زيبينار والفرماج هو اللي يكون غالب. بزاف او ماي جاد، قربت قربت قربت، خصنا البخاتي كثر، نزيدو البخاتيكيو باش يلاه نجيبوها هي هادي. نزيروهم ها، ما تقطعوا لي ما تقطعوش، اش هاد الشيء؟ ماما سير 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 قربنا بوطو، ضربنا في بوطو، مازال مازال دون. وي سي با مال، ماشي اوريبل ولكن نقدر ندير حسن صراحه، هادشي ماشي واو. وان شاء الله جيسبر كو يكون بنين في المذاق. غادي ندوز نحطو هادشي كامل في ساك دو كونجيلاسيون، هاد لي سيغار وهادوك البريوات غادي نديرو في ساك دو كونجيلاسيون. يلا لقيتوني ساليت وستوكيتهم دابا في الكونجيلاتور، وخديت جوجاج بحال هادو ودخلتهم للفران. قلت ضروري خصني نجربهم اون بليس تشهاوني. ودابا غادي نديرو لو مومون ديال لا فيريتي، المومون ديال الصراحه، ديغوستاسيون تايم. غادي ندوقو ونشوفو كي غايجيو. نقولو بسم الله. مي ايبر بنان وكيتقرمشو، عجبني داك المذاق ديال القرعه محكوكه. واو فريمون القرعه محكوكه بنيه بزاف، وهادشي كامل ما فيهش البصله. هاد البريوات باركونت كاع ما ناشفين كاع، ماشي بحال البريوات ديال الحوت، ما عرفتش علاش. اصلا راكم عارفين الكفته كتطلق شويه ديال اليدام، دونك فوالا ملي سخنا شوفوا كيفاش ولات. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، اتكونوا شفتوا صوبنا ثلاثه الشهيوات، المهم كانوا تقريبا بحال بحال كاملين اباس ديال الوريقه ديال البسطيله. دونك فوالا درنا بريوات هاد المره، ستوكيتهم باسكو هما زعما اللي يقدروا ياخذوا شويه الوقت. دونك داكشي الاخر اللي غادي يجي ان شاء الله، كما قلت لكم انا كنوعدكم انكم غادي تشوفوا تقريبا كاع لي ميلز ديالي، تقريبا كاع داكشي اللي غادي ناكل في رمضان، يعني سو غادي تشوفوه في فلوغ سو غادي تشوفوه في ستوري. جيسبيغ تكون عجبتكم هاد الفيديو، نسيتو با انكم تخليو لي لي زافي ديالكم في لي كومونتير، وقولوا لي شنو هي الشهيوه اللي كتعجبكم نتوما بزاف رمضان اللي ضروري خصكم. انا ديالي هي البطبوط، بطبوط عمر بالكفته كيعجبني بزاف، بات ذيرز نو بطبوط هنايا تمشيو المغرب. دونك فوالا تقولوا لي نتوما شنو هي كتعجبكم. واحد نسيت، انا عندي جوج، ليكيش والبطبوط. اصلا قلت لكم، قلت لكم ليكيش بكدا، ليكيش بكدا البطبوط، هادوك هما الطوب ديال الفطور ديالي انا، ليكيش والبطبوط. فوالا كنحماق عليهم. تقولوا لي نتوما ديالكم شنو هو، شنو كيعجبكم في الفطور، ضروري خصكم في الفطور، واش كيعجبكم الشهيوات ولا بلوتو خصكم طواجن، خصكم شي كفته، شي حاجه ديال الشوا. تقولوا لي كل واحد ولي زونفي ديالو. ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو جاي. بيزوات.